بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الأخوة الكرام، سائل يسأل: إذا كان الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل، يقول هذا السائل أن مأكله من حلال وملبسه من حلال ومشربه من حلال ولا يدعو بالظلم ولا يستعجل، هو حقق شروط استجابة الدعوة، ولكن الدعوة لا تحقق له، فيستفسر عن السبب. أيها الأخوة الكرام، عندما قال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، فإن قوله الحق ووعده الصدق، ولكننا نجهل طرق إجابة الدعوة. إن الله عز وجل يستجيب للعبد ويعطي للعبد دعواه على 3 درجات، على واحدة منهم. أعلى درجة من درجات استجابة الدعاء أن يختزل الله عز وجل هذه الدعوة لهذا العبد ليوم القيامة، فيكشف بها عنه كربة من كربات هذا اليوم العظيم، وهذا أفضل وأنفع للإنسان، وهذه من علامات حب الله عز وجل لهذا الإنسان، فهو يأجره على البلاء وعلى صبره على البلاء، وإن هذه الدنيا فانية بما فيها، ولكن تبقى هذه الدعوة مخزونة له، فيكشف بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. الدرجة الثانية أن يرفع الله عز وجل عن هذا العبد بلاء أعظم من هذا البلاء الذي هو واقع فيه، فيرفعه بهذه الدعوة، فيكون الله عز وجل هنا عامله بالفضل ليس بالعدل فقط. أما إذا عامله بالعدل فهو يحقق له الدرجة الثالثة، وهي أقل الدرجات، وهي أن الله عز وجل يحقق له دعوة، وهذه أقل درجات الإجابة. إذن على أي حال من الأحوال، إن الله عز وجل من يدعوه يستجيب له، فلا تملوا من الدعاء ولا تستعجلوا، وادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة.